السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا إخوتي وأخواتي في المحاضرة رقم 6 أو المحاضرة السادسة من دورة تدريب وتأهيل معلمي الأونلاين في القرآن الكريم والتجويد والإسلاميك، وكمان دخلنا شوية لغة عربية في الآخر إن شاء الله هنحكي عنها علشان الناس كلها تستفيد. حابة قبل ما أخلص البند الأول النهاردة، إحنا هنطول النهاردة شوية، يعني نص ساعة زيادة كده، علشان عايزة أخلص أو أقل عايزة أخلص المخارج كلها، يبقى كلنا اتكلمنا وعرفنا وفهمنا إيه هو أو إيه هي الأخطاء اللي بتكون مع معلم الأونلاين والطالب ونصلحها إزاي، والكلام ده كله يبقى أخليت ذمتي أمام الله في إني صلحت كل المخارج وقلت كل الأخطاء، وخلي بالك وخلي بالك من دي كمعلم أونلاين. وده أول شيء. حقيقة جالي النهاردة قبل ما أقول لكم، بس معلم كنا مختبرين طبعا معلمين، وقلنا عايزين معلم رجل، الله يرفع شانك حبيبتي يا رب. فالرجل بعت لي تسجيل صوتي، عايز أقول لكم حاجة، نقطة هي دي اللي هتخلي الإنسان ما يتعلمش. بعت لي تسجيل صوتي، فانا رحت سمع التسجيل الصوتي، قلت له حضرتك كويس معانا، ماشي هعتمدك، بيشرح كويس، القران بتاعه كويس، بس عنده مخرج العين عائم، مخرج الهاء. فبقول له بسلامه نيه والله، قلت له اخي، رغم ان انا ما بختبرش رجال بس هم كانوا مضطرين ان يعدي عندي، فقلت له اخي خلي بالك حرف من المخارج، بضع المخارج والصفات، المخرج صفه الهمس كده. لقيته قال لي تسجيل، اتصدمت، قال لي صفاته مخارج ايه يا استاذه؟ صراحه يا جماعه والله، فقلت يمكن ايه يعني، انت فاكرني مثلا من الدعم الفني؟ قلت له والله حضرتك انا اهل قران يعني والحاجات دي بسمعها. قال لي انا مش عشان كده، بس انا يعني انا دارس في كذا وكذا وكذا، وانا ما عنديش اخطاء. فهو بيقول ما عندوش اخطاء، صدقوني لو قلت انا ما عنديش خطا يبقى مش هتتعلم. انا حنان اخطا، أنا إنسانة، أنا بتعلم كل يوم، بطور نفسي، اللي أنا كتبته امبارح بكتب أفضل منه بكرة، وهفضل أكتب أفضل منه في المرات اللي بعد كده. تمام؟ كلنا كلنا بنخطأ ونغلط، فبقول لكم اعترف بغلطك. في مثلا أنا عندي خطأ في الحرف، المفروض الصح أقول إيه؟ مفيش مشكلة، طب قول لي إيه هو، يمكن أنا مش عارفاه، أطور من نفسي. ما انا مش معقوله ان انا ايه هقول انت فلان الفلاني عندك خطا، انا بنقل ده على حاجه ان جنرال، مش بقول اسم حد. فما يعني انت بينك وبين حد اهل القران، واهل القران مستورين، عارفين يعني ايه يا جماعه؟ مستورين، لا عمرنا هنفضحك ولا هنقول فلان الفلاني، فحضرتك يعني كلنا ما فيش حد كبير على العلم. فبقول لكم دي عشان بس ايه تحطها في نفسكم يا جماعه، نتعلم ونحسن نفسنا اكتر واكتر واكتر. المستوى طبعا قلنا المستوى الاول هنتكلم على المخارج كلها، وقلت لكم احنا نصحح ايه. تمام، نسيت اقفل الشات، نقفل الشات بعد كده نفتحه تاني، عشان انا برضو كل شويه عيني تنزل لتحت كده عايز اشوف ايه اللي بيتكتب، فطره طبيعه انسانيه. نقفل الشات طبعا مع حضراتكم لينا الشرف، بس نعمل ايه، بعد ما نخلص نفتح لكم الشات. احنا عندنا بنود قلناها في الدوره دي، أول بند قلت هصلح أخطاء المعلم، وأقول لك خلي بالك من الخطأ اللي أنت ممكن تطلعه والخطأ اللي الطالب بيطلعه وتعالجه إزاي، وهكمل طبعا النهاردة بقية الأحرف كلها. يبقى ده البند الأول، وعليه اختبار وعليه حضور. معلش هو أنا إيه، في بيقولوا إني طيبة، أنا طيبة جدا والله، بس في الشغل ما صارمة. لازم يا جماعة عشان تبقوا عارفين، المستوى الأول ده في ناس حضرت كتير، يمكن مره ولا اتنين، وقلنا الغرفه اصلي ما كفتش وكده، معذورين، وانا مسجله الناس عندي، بس دلوقتي بفضل الله وكرمه وثم الفضل الاستاذ مصطفى العفيفي شركه زوم اوفيس، فان هي جابت لنا قاعه يعني ما شاء الله تضم 500 كمان. فانا مسجله الناس الغايبين، وهعمل اختبار وهقول لك، او هقول لكم هنزل لكم اختبار، ما هي اخطاء نطق الحرف ده، وما هو علاجه، وما هو التمرين، وحدي تمارين وحاجات ليه علشان تنشطوا الذاكرة وتعدوا المستوى الأول ده، يبقى مش كده وخلاص، لا احنا طورنا أكتر من قبل كده. فيبقى حضراتكم تيجوا عندكم اختبار، الاختبار ده هينزل بكرة الخميس آخر يوم غدا. تمام، هو اختبار على وجه قدوم ابن أخي،
تيم المولود الصغير هيأتي غدا إن شاء الله لبيتنا، فليكوا اختبار بقى إيه كويس كده، وحاسبكوا تختبروا إن شاء الله بإذن الله. طيب الاختبار ده عبارة عن إيه؟ وهتقول لنا إيه وتقديره إيه أو درجاته إيه أو الكلام ده كله. الاختبار من 30، اختبار من 30. الاختبار ده من 30 هقول قول لي كل خطأ أو كل حرف من الحروف مثلا فيها أخطاء إيه؟ طب الحرف ده الخطأ بتاعه إيه؟ طب قول لي صح ولا غلط؟ لازم أنشطكم، عارفين ليه؟ ده هيخليكم تذاكروا كويس قوي وتنشطوا المعلومات اللي عندكم. الدرجة من 30 وهتضاف للدرجة النهائية للدورة علشان الناس تذاكر، مش خد يلا واسمع بقى التسجيلات وقت ما انا فاضي واشوفها، لا يا جماعه ده شغل، يعني شغل صارم، والناس اللي بتشتغل هي الناس اللي هتقدر. وطبعا زي ما وعدنا في بتلاقوا بوستات كتيره بتكتب بتقول بيضحكوا عليكم وبيقعدوا يقولوا لكم هيشغلوكم معانا، لا يا جماعه انا بتكلم بجد، احنا بنشغل معانا وشغاله معايا من تدريبات الجي تي، عندكم سمر، عندكم شيماء الهقشه، في ناس كتيره قوي، سمر عبد الرحمن، وناس كتيره قوي اشتغلت معانا وطلبنا معلمين. فانا لو لاقي معلم منكم كفء كويس قوي حتى لو من غير خبره بيدخل الفريق بتاعي، بيدخل يعني يتدرب له شويه صغيرين كده حلوين، وبعدين بيطلع على طول بنحتاج معلم، فبناخد المعلم الامين اللي احنا دربناه. خلاص النهارده ان شاء الله باذن الله جل وعلا راح نحكي، راح نتكلم، معلش نتكلم، هنتكلم على مخرج اللام والضاد، وكمان مخرج النون والراء، ومخارج الشفتين والخيشوم. سهلين جدا جدا جدا، هقول لكم على الخطأ ايه اللي بيخطئوا فيه وتنطقوه ازاي، ويعني هنتكلم عنهم كده. بعد ما نخلصهم هناخد الأسئلة. يبقى احنا خلصنا كل المخارج، وللنا المحاضرة السابعة اللي هي قصدي السابعة، لأن احنا بحب كده الناس تبقى على نور كلها. المحاضرة اللي جاية يوم السبت، هيكون في ايه يوم السبت؟ يوم السبت ده بقى اليوم اللي الناس كلها مستنياه، اللي هو انا عايز اشرح تجويد بالانجليزية، وعايز احفظ المصطلحات، وحاسس ان كل ما يقرب للمصطلحات وكأنها نار ساخنة، يعني خايف، مش قادر، مش عارف. لا يا جماعة، هعلمكم ازاي تاخدوا المصطلحات وبشكل سهل جدا، والمصطلحات السهلة، وهعرفكم السبب بتاعها، وهعرفكم السبب بتاعها، معذرة ان جاء اتصال، وبتيجي ازاي، ونقسمها لسيلابلز ونذاكرها مع بعضنا. وقبل ما نطلع من المحاضرة كل واحد فيكم زي الناس بتوع التجويد عندي، قيم نفسك انت حفظت المصطلحات بنسبة قد إيه. فيوم السبت ده يوم عالمي، عايزين الناس تيجي معانا، لأن برضو عندنا بند تاني وهو استراتيجية شرح التجويد مع المصطلحات، ده البند رقم 2. البند رقم 3 وهو نور البيان بالاستراتيجية المطورة، نور البيان بتاع معلمينا اللي هم على رأسنا أصلا من فوق، وإحنا ما نجرؤش نطور عليهم، ولكن إيه هو اللي مطور؟ استراتيجية الإكسبلانيشن أو الشرح، الشرح اللي هو المطور. دي طريقة، وعشان تبقى حضراتكم عارفين هي طريقة اللي بيطور اللي بيعلم بنور البيان المطور، خادمة كتاب ربيها أنا، خادمة كتاب ربنا طبعا، الإنسان اللي أصلا هي ولا حاجة وهفضل أقول ولا حاجة، وصديقتي مريم المصري، هم دول اللي مسموح ليهم يعلموا بطريقة نور البيان المطور مريم المصري. خلاص يا جماعة. طيب إيه كمان هتقول لنا؟ إيه هعلمكم إزاي تشرحوا وتأسسوا بطريقة نور البيان المطور. طب انا عندي شغف، او احنا عندنا شغف، نعرف ايه بعد كده؟ خلصنا الحاجات دي، تيجي بقى تقولي لي خلي بالك اللغه، او حضرتك تقول لي اللغه، هقول لكم اللغه نتكلم عليها في ايه، عن طريق ايه المصطلحات اللي هنشتغلها، وهعرفكم وهديكم دايالوجز عن بين المعلم والطالب لاول مره، وهكلمكم عن حصص الترايل، وهندخل بقى في الجد اللي اكبر اكبر اكبر، وكمان هنمدكم بملفات وكتب وحاجات كده كويسه ان شاء الله تفيدكم اكتر واكتر في المجال. وبعد كده هنتكلم على التصميم والتسويق وكل الحاجات اللي جاية دي، وازاي اعمل شغلي بنفسي. النهاردة ان شاء الله هنتكلم على مخرج اللام والضاد. ايه اخطاء الحرفين دول، او ايه المخارج فيها، او ايه التكاية اللي بتطلع لي حرف الضاد؟ لو جيتوا هنا على الشاشة، بس بحب اشير الوايت بورد، الوايت بورد هنا عندنا حرف الضاد ضاد. اللسان اهو يا جماعه، حرف الضاد بيطلع من حافتي اللسان اليسرى واليمنى معا، او يعني اليسرى، ولكن اليمنى واليسرى معا. انا كانسانه
بطلعه من اليمنى واليسرى. يا ريت نشيل لحد رفع ايده يا جماعة على الشاشة، بس ننزلها عشان مش عارفة اكتب بالقلم. يعني اللي هو عامل ريز هاند يشيلها. لو ما عملتش تجويف كده في لسانك وانت مركز على الحرفتين مش هيطلع الضاد الساكنة أولا. يعني ناس تيجي تقول إيه السماوات والأرض، أرض مش عارفة تقف على الضاد الساكنة، ده خطأ كبير. الأرض أض أض أض، بنركز على حواف اللسان، الحافة اليمنى والحافة اليسرى، تمام، بمحاذاة الأضراس يا جماعة. أض، ناس بتقولها أض أض أض، بتقفلها كده يعني، بتضغط عليها وتقفلها، لا فيها رخاوة، رخاوة الضاد عالية. السماوات والأرض أض أض. طب اللسان بيبقى فين وأنا بنطق الضاد؟ اللسان بيمتد ليلامس مخرج اللام، تمام. أنا قلت مش بخرج، مش بشرح مخارج بحتة، بعلمك إزاي التكات إنك تنطقها. يبقى وانت بتنطقي الضاد او حضرتك بتنطق الضاد، عندك الجهه اليمنى والجهه اليسرى، علشان نبقى كلنا عارفين بنركز، او اللي هي الحافه اليمنى واليسرى بنلصقها بالاضراس من الجوانب وبالحنك الاعلى بما يحازيها من الحنك الاعلى. أض أض أض، الضاد فيها رخاوه، بلاش القفله اللي احنا بننطقها فيها دي. طب طرف لساني بيبقى فين؟ بيبقى رايح موصول، وده ما يسمى بالإلونجيشن. في فرق بين الإلونجيشن والبرولونجيشن واللينثنينج والستريتشنج، هعلمكم ايه الفرق بين ده لغويا، مش في محاضرات تدقيق لغوي باللغة العربية، هعلمها لكم تدقيق لغوي باللغة الإنجليزية، واستخدم ستريتشنج امتى ولينثنينج امتى والبرولونجيشن وايه الإلونجيشن، ان شاء الله في المصطلحات في اللغة الإنجليزية. معذرة يا جماعة، بنت أخويا لطيفة خالص. فقلنا هنا إيه هو اللي المفروض، فقلنا إيه اللي هنعمله، حرف الضاد وأنا بنطق أحاول إني أنا أعمل التجويف اللي قلت لحضراتكم عليه ده، وطرف لساني يكون عند مخرج اللام. كلنا عارفين مخرج اللام فين؟ عند منابت الثنايا العليا. يعني لو حضراتكم عندكم ده كده اللسان، ده الفك، ودي مثلا اهي الاسنان اهو كده زي ما حضراتكم شايفين، ادي اللسان، اللسان بيجي يعمل كده يلمس منابت الثنايا العليا، فهنا حرف اللام. ال قولي لنا بس ايه، كملمينا الاول على الضاد وبعدين ندخل على اللام ونشوف اخطاء. خلاص، بس كنت مضطره اني انطق حرف اللام علشان تعرفوا يعني ايه اللسان لمس مخرج اللام. فبقول السماوات والارض اض اض هكذا. طيب عايزه اقول ضاد، ايه خطأ الضاد؟ ان هو بيدخل على حرف التاء، فتلاقي حد يقول لك ضاد المستضعفين المستضعفين، لا المستض اض اض أو فيها رخاوة. خطأ الضاد في بينطقوا في غير المغضوب عليهم ولا الضالين كمان، ولا الض ولا الض لا الض لا الض، اللام بتنطقيها لا الض، بيحصل استطالة لحرف الضاد، تمام، استطالة يعني اللسان وكأنه بيستطيل ليصل لمخرج اللام. فخلي بالنا من تجويف الضاد، ونخلي بالنا من نطق كلمة الأرض، ده الأرض معذرة، ونخلي بالنا كمان وإحنا بننطقه ما يختلطش بحرف التاء. نيجي عند مخرج اللام، واحدة تقول لي ده أنت جاية في ملعبنا، ده مخرج اللام ده من أيسر الحروف. هقول لكم هو أيسر الحروف بس في خطأ، خطأين. الخطأ الأول لما يكون مشدد، تلاقي حد يجي يقول الذين يقولون ربنا وهو الشدة والنبرة على مخرج اللام زيادة عن اللزوم. لام is a light letter when it has a شدة. We pronounce it like this. شدة ال. But if it is a ساكن letter, we should pronounce it like ال. لما تكون ساكنة ال. طب مشددة
ألا أو ألي أو ألو بس. خلاص يا جماعة، يعني ما ينفعش أقول ال وأفضل أنبر عليها النبر ده. ده خطأ. طب الخطأ التاني إيه؟ هو الخطأ التاني إننا وإحنا وعم نحكي وإحنا بنقرأ حرف اللام بنلاقي أخت بعدت باللسان عن المنابت وخبطت في المنطقة المتعرجة، وحرف اللسان بقى حرف اللام بقى مقفول شوية، ما ينفعش أقول ال ال ال. شايفين الصوت ده؟ عايزة أقول لكم تكاية معينة، كلما بعدتم بطرف اللسان عن منابت الثنايا العليا كلما انبعج اللسان مما أدى لنطق حرف اللام مفخمة. هقول لكم حتة معلومة إنجليزية صغيرة كده. لما نيجي نقول مثلا كلمة نقول إيه مثلا كلمة milk milk milk، هنا حرف الآي دي معلومة إنجليزية قلت أقولها لكم وإحنا بنتكلم بصدد حرف اللام. ليه ما قلتش ملك؟ ليه ما قلتش ملك مرققة؟ ليه ما بقول ميو إيو؟ أنطق ال مفخمة إذا جاء قبلها حرف متحرك من الحروف الخمسة. ما ينفعش أقول مل ميوك. طب مثلا عندنا إيه حرف ال تاني؟ عندنا إيه؟ بقول سيركو 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 أو. ليه؟ جاء، قلنا إيه يا جماعة؟ جاء بعدها، بيقولوا لي ليه بتقوليش سيركل مثلا؟ ليه ما بتقوليش سيركل؟ هي بقول سيركو، ال جاء بعدها حرف متحرك، بقول سيركو سيركو. في أحيانا بننطق ال المفخمة وأحيانا بننطق ال المرققة. يعني مثلا عندنا إيه؟ سيتادو. نفتح لكم اللحظة عشان عايز الناس تشارك معايا، بس عشان الناس تفهم هفتح لكم الشات وقولوا لنا كلمات ونقول النطق بتاعها علشان الناس تستفيد معانا بس في اللغة، واحنا بناخد حرف ال لان ده كويس قوي ان احنا ندمج الاثنين مع بعض. يلا يا جماعة، كلمات فيها حرف ال فيها حروف متحركة. اطلقت لكم العنان. كلمات فيها حرف ال بس من غير المايكات طبعا، هو بالكتاب على الشاشة، الكتابة على الشاشة. الشات لسه disabled. انا اسفة جدا اسفة جدا. الشات انا فتحت الصوت ونسيت الشات. اتفضلي حبيبتي، يا ريت الناس تكتب معانا ناخد الكلمات ونشوف هتنطق ازاي. لان لاتو لاتو مول 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 لايون لا بنقول لايون ولا لايون لا بول. الاي ال يا جماعه هي مفخمه. ابل ال اللي جاي وراها حرف متحرك. ليكويد تول بوتل، ما قلتش بوتل بوتل. بيكو تول. جميل، نكتفي بذلك. قولوا لي يا جماعة، لما تتنطق مفخمة أو مرققة إمتى بيجي وراها الحرف المتحرك وإمتى بيجي بعدها الحرف المتحرك؟ هنكتشفها، أنا هنطق لكم وأنتوا اكتشفوها. بقول لاي لا لا لايف لايف لاي، زي كلمة لايت 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 لايت. برافو عليكم، زي كلمة لايت خفيفة. تمام، بعدها لايت لايت لامب لامب. ايه كمان يا جماعة؟ احسنتم. طيب نكتفي بذلك، انا بس عشان اعرف الناس امتى تمام مرققة. خلينا نرجع تاني في الشات وهقول لكم ندخل بقى على المخارج بتاعتنا. وانا كنت عايزة ابين لكم نقفل الشات، معلش سامحوني، وهنرجعه تاني. طيب عايزين نعرف حاجة دلوقتي، انت عايزة تقولي لنا ايه باللي انت قلتيه؟ عايزة اقول لو حضرتك ما حطتش اللسان عند منابت اللثة
العليا كل ما انبعج اللسان وبقى عامل كده اللام اتفخمت، فينفع اقول مثلا الذين، شفتوا دخلت اللسان لجوه الذين، لكن لما اقول اللسان العريض عند منابت الثنايا العليا، خطأ اللام قلتها التشديد، وكمان بينطقوا اللام وهم بيبعجوا اللسان بينبعج وينطقوا اللام وكأنها مفخمة، خطأ عند حضرتك وخطأ عند الطالب. الضاد ممكن هم الضاد ينطقوها طاء، وطبعا حضرتك الضاد ضا 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 هكذا، أعلم الطالب إن هو ينطقها إزاي. الضاد خطأ فيها تالت عايز أقوله أو خطأ تاني وهو الإشمام، فبيقولوا ضا ولا ضا ضا، بيضموا الشفتين وده خطأ. نخلي بالنا من كل الأخطاء دي اللي المفروض إن إحنا نتجنبها. عندنا اللام والضاد، قلت الضاد هقولهم الاتنين مع بعض، فناخد النون والراء. خلوني بس أرسم رسمة تانية، بحب أشتغل بإيديا. عندنا كده الفك مثلا، قلنا إن اللام عند منابت الثنايا العليا، ادي الثنايا، الثنايا العليا مثلا يعني كده، مثلا رسم كروكي، وادي المنبت، هنا اللام، شايفين يا جماعة اللام، اللام ننزل تحت اللام شوية هنلاقي النون، ال انزل باللسان تحت او ادخل لجوه، ان ان هنا معذرة، فنزلنا عندي ده فاللسان عرض أكتر، كنا بنقول ال أن فاللسان عرض وتلاقوه ريح في المكان ده، أن أن مع إصدار غنة، أن أن. خطأ النون إيه؟ خطأ النون مش وحش، خطأ النون الساكنة بيجزوا عليها ويقولوا أن زي أم، وده خطأ. وكمان هقول لكم حتة تساعدوا بيها الطالب الأعجمي يطلع حرف النون أو يطلع الغنة، وهو إصبع الشهادة تقول له put your finger of the الشهادة معذرة of الشهادة on your nose bone، على عظمة أنفك، to find a nasal sound، هتلاقي nasal sound، nasal sound وهو الصوت الأنفي، أن عارفين إصبع الشهادة قول له حطه هنا عند عظمة الأنف، أن أن، تمام. وهنتكلم طبعا واحنا بنشرح في التجويد انجليش عن اخطاء غنن الاخفاء اللي بيطلعها المعلم، احنا كده اتكلمنا على المخارج وكانت محتاجه بالعربي، اما في الانجليش هعلمكم ازاي تطلعوها. حرف النون، حرف الراء بقى وقلت لحضراتكم عليه اللي هو اخطاء حرف الراء اتكلمنا عليها، طبعا مش محتاجين ان احنا نقول اخطائها، بس طرف اللسان لازم يكون منحرف وطالع للأعلى، يعني الطرف اللسان بيكون عامل كده، بيكون طالع للأعلى في فرجة صغيرة، عشان ما ينفعش واحنا بننطق حرف الراء نقول أر أر أر، لو قفلنا اللسان هيتنطق كده وده خطأ، أر بيكرروها بيقولوا أر، هي مش عارفة تتكرر بس إيه بحاول، أر ده تكرار، لكن أر 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 را. وهقول تاني عشان الناس اللي داخلة جديدة، تصحيح حرف الراء ليا وللطالب. يبقى احنا كده خلصنا اللام والضاد والنون والراء، وخلصنا كل مخارج اللسان، يتبقى لنا الشفتين ويتبقى لنا الانف اللي هم الخيشوم النون والميم، واحنا اعتقد ان احنا قلنا النون ويتبقى الميم. حرف الراء يا جماعه اللي عندها الراء او اللي عنده الراء ضعيفه اعالجها ازاي؟ اي حد بيلعب رياضه معينه بيحاول يقوي عضله رمله او حاجه تقيله ويخبطوا بيها، بيعملوا بوكسينج 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 كده علشان يعملوا سترينثينج او هاردنينج تو ذا هاند ماسل علشان يقوي عضله اليد، فاحنا عايزين نقوي عضله طرف اللسان. طرف اللسان اقويها ازاي؟ وهو ان انا بخبط كاني ماسكه حاجه اللي هي بتاعه الجادج القاضي، ويفضل يخبط بيها الخشبة دي، بيخبط بيها على الأرض، على قصدي الترابيزة أو الطاولة، فتلاقوه بيخبط الخطة دي عايزاها خطة اللسان، فأقول أخبطها إزاي؟ فبقول أرا 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 هكذا أرا أرا، وأفضل أعالجها بالراء المفتوحة.
حد تاني يقول لي طب ما انا بقول له حط همزه قبل الراء، فهقول لكم ان ده يعني عن تجربه خاطئه. لو انت يا بتقولي را را هقول لك قولي ار، هتقولي لي او، خلاص باظت. يبقى الراء والعين ممنوع في الراء والعين. طب اصلح الراء والعين ازاي؟ را عا را عا. من كتر ما بتعملوا را را وتخبطوا بقوه بطرف اللسان وانتوا بتنطقوها، هتحسوا ان عضله اللسان بقت مشدوده وقويه عندكم. خلاص يا جماعه. طيب قلنا را 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 وسلمت على المخرج وضعيفه، وقلت لحضراتكم تعملوها ازاي. طب والراء المشدده؟ قلت الراء المشدده ليها كده حاجه انا مخترعاها، اللي هي ايه؟ غمض عينيك وقاعده الحركه ونص. ليه بقول غمض عينيك؟ عشان عيننا يكون التركيز اكتر، يكون الفوكسنج او الكونسنتريشن اكتر او اكبر. نغمض عينينا كلنا اهو مراجعه، وابص كده على الشاشه. طبعا انتوا مش هتبصوا لان انتوا مغمضين عينيكم، في مغمضش. حرف الراء المشدده is divided into two types or into two parts. The first one is the second letter او الحرف الساكن، and the second is the vowel letter مثلا. طب هل احنا ينفع ان احنا ننطق الحرف الساكن لوحده؟ لا، لازم ننطقه مع الحرف اللي قبله. We can't pronounce the second letter alone, but we should pronounce it joined with the letter before. ولكن يجب أن ننطقه مع الحرف اللي قبله، وهتاخدوا الكلام ده كله. طيب قولي لنا هتحطي الهمزة؟ جميل، ادي الهمزة. طيب غمضنا عنينا؟ غمضنا عنينا. وقاعدة الحركة ونص. يعني إيه حركة ونص؟ ابنك وانت راكب الترام أو راكب المواصلات، أحيانا الأماكن القطار والحاجات دي، فبيقولك بياخد نصف تذكرة، have a ticket. تمام، يعني نص حركة أو نص فرد. يبقى الراء الساكنة نص زمن بنص، وراء ب one complete one بواحد صحيح. فحركة قاعدة الحركة ونص، غمضنا عنينا ويلا نتخيل. الراء الراء ار وراء ار را ار را ار را. خلاص، يبقى الراء الراء هكذا يا جماعة. تمام، فالراء الساكنة اللي احنا قلنا عليها، الراء الساكنة بنديها نصف زمن، والراء المتحركة بديها زمن كامل. يبقى انا كده عالجت التكرار. تكرار يعني بزود في الزمن. طب وازود في الزمن ليه؟ ما احط في دماغي وغمض عينيا واعمل فوكسنج، يعني التركيز، او اسقط او اسقط البؤرة على هذه النقطة، فاقول ان احنا ده نص حركة أو نص زمن والتانية زمن كامل، وغمض عينيا وحاول أركز. الرا الشيطان نرا نرا بدون تكرار، ما ينفعش أقول ورا بعضها دي. خلصت يا جماعة؟ يبقى أنا كده خلصت كل المخارج بتاعة اللسان. اللسان اللي هو إيه يا جماعة؟ الصالة، لو كلنا فاكرين. الصالة دي بقى اللي بنقعد فيها وناكل فيها ونتفرج فيها ونقشر الخضار فيها ونذاكر، وزوجك نايم على الكنبة وولادك قاعدين بيتنططوا، يعني ما شاء الله ملعب البيت. خلاص، خلصنا الصالة ووريتيني الشقة، قلتي لي تعالي أوريكي باب الشقة الجديد، أو تعالي أوريكي باب الشقة إحنا عاملينه بهيك الإسطمبة، معرفش شو بتحكوا فيها بمصر، الإسطمبة بتاعت المفاتيح، مش عارفة اسمها إيه، اللي بتحط فيها المفاتيح. تعالي أوريك الباب الجديد أو شكل الباب الحديد اللي عملته. أجي أقول لك هو إيه ده؟ أنتوا عملتوا الباب باتنين ضرفتين بحتتين مع بعض مش بواحدة؟ أه، ده الباب الجديد الحديث بيتعملوا اتنين كالون. سي كالون دو لا لونج فرانسيز. جي بليي، معلش نسيت. الكالون. بس من قصدي بالعامية اسمها الكالون، بتقول الطبلة. الطبلة، صح. فجيت انا قلت لكم لا، الباب بتاعي مختلف. بصي الشقه بتاعتي انا الباب بتاعي عامل زي باب الدولاب، اتنين بيقفلوا على بعض. يبقى اللي بيقفلوا على بعض دول باب الشقه هما الشفتين، الشفه العليا والشفه السفلى. فرجتك على الصاله وكل ما فيها، تعالي بقى ايه، هاتي كده عيالك وحاجتك طول اليوم ما شاء الله، واطلعي يلا تعالي هفرجك على باب الشقه وهو الشفتين، وهوريكي الشفتين بتخرج ايه وفيها ايه. وبعد ما اخلص الشفتين هفرجك على السيراميك اللي عاملاه قدام باب الشقه، الطرقه اللي بيني وبين جارتي اللي في
في الوش اللي صوبي، يعني اللي بيحكوا بيها اللي قبالي، يا نهاري، اللي قدامي، معلش يا جماعه، حاول اجيب لكم ايه المصري، اللي هي التي امامي. فالحته دي وهي الخيشوم، الخيشوم هو انتوا اللي بتخرجوا بقى، او المنفذ اللي بيخرج بقى، مع احترامي لكم، اي متخلفات من البيت، المنفذ او المكان اللي بنكنسه ده وهو يبقى قدام البيت، يبقى احنا طلعنا بره شقتنا خالص، وهو الخيشوم، لان هو يعتبر خامس مخرج من المخارج، هو مش رئيسي، هو مخرج صوت الغنه، لان احنا اوريدي قلنا النون بتطلع منين، دي قلنا الميم بتطلع منين، بس قلنا مخرج الخيشوم عشان ده مخرج صوت الغنه. طيب جينا عند الشفتين وركزوا معانا يا جماعة. الشفتين أو مخرج الشفتين بيطلع منه مخرجين، مخرج بيطلع منه حرف الفاء، ومخرج بيطلع منه حرف الميم والباء والواو غير المادية، فاء ميم باء النون ماد واو، اللي هو حرف أو الشفتين أو اللي هو اللبس، لبس articulation أو مخرج الشفتين. حرف الفاء، مين بيغلط في حرف الفاء؟ ده لطيف وجميل يعني، مين بيغلط؟ ده ضعيف خالص. حرف الفاء بينطقوه بيقولوا أف أفلا أف، كأنهم بيطفوا الشمعة كده أو بينفخوا في هواء، فده طبعا خطأ. الصح بتاعه إيه؟ الصح بتاعه هو إن أنا مخرج، طبعا عندي مخرجين، مخرج بيطلع الفاء ومخرج بيطلع الميم والباء والواو. الفاء بتطلع حين يلمس او حين تلمس اطراف الثنايا العليا منابت، قصدي بطن الشفه السفلى. اف اف اف، مش اف وكاني بطفئ شمعه او بنفخ في الهواء. يبقى اسنان الارنب اللي بقولها للطلاب عندي دي بتخبط في بطن الشفة السفلى، الحتة الطرية المقابلة للعاب والأسنان دي، البطن من الجوة. أف. الأجانب حضرتك بيعرف يقولها أحسن مني ومنك زي حرف الثاء بالضبط. ليه؟ لأن بيقول fantastic fantastic fabulous fabulous. تعالوا شوفوا هو بينطق كده، شوفوا الأكسنت and the way of pronunciation بينطقها إزاي، هتلاقوا بيحط شفة السنتين دول عند بطن الشفة وهو بيقولها صح وعارفها، بس حضرتك مش عارف ان دي هي دي، فعايز يقول لك وريني وبصرني، عرفني دي ما يقابلها من اللغه الاخرى، فبقول اف اف فات فات فان فانتاستيك لايك ذس. خلاص يبقى حرف الفاء بيطلع اخطاوا ايه؟ اخطاوا ان حضراتكم بتطلعوه بسمعوا زي ايه؟ حرف الثاء. قلت لكم قبل كده كانت طالبه عندي بتقول لي اسمك ايه يا بنتي؟ تقول لي فريده، فريده، بس انا بقولها صح عشان لساني اخذ عليها، لكن هي كانت بتقول فريده كانها فريده او الثريد الفته. فالخطا بين الفاء والثاء ليه؟ عشان قلت لكم ان الفاء والثاء بقول عليهم اسماعيليه رايح جاي. يعني ايه اسماعيليه رايح جاي؟ يعني لو حطينا الشفتين لو طرف الثنايا العليا، خلينا اهو، لو طرف الثنايا العليا خبط في بطن الشفة السفلى اداني الفاء، لو اطراف الثنايا، لو اطراف الثنايا العليا دخلت جوه وخبطت في طرف اللسان المستدق اداني ايه يا جماعه؟ اداني حرف الثاء. يبقى اس اف اس اف، يبقى لازم اطلع همس الفاء وطلعها من نفس المخرج اللي قلت لحضراتكم عليه. ده الخطأ عندك، ولو انت لازم تبصر ده تقول له فاء، وبرونونس فاء like fantastic like fan like fabulous، اي كلمة بتبدأ بحرف الاف. طب يبقى احنا عندنا مخرج حرف الباء، مخرج الشفتين عندي بتطلع لي مخرجين لاربع حروف، الفاء ملهاش شريك بتطلع لوحدها. طب والمخرج التاني مين؟ بستخدم في الفاء شفة واحدة أو لبة واحدة زي ما بيقولوا، شفة أو شفة واحدة وأطراف الثنايا العليا. أما الميم والباء والواو بستخدم فيهم الشفتين، الميم والباء بإطباق الشفتين، والواو غير المادية باستدارة الشفتين. قللنا الأخطاء بتاعتهم إيه؟ حرف الميم بيكزوا على الميم الساكنة، أم أم، وطبعا الميم الساكنة ما بنكزش عليها هيك. كيف بنحكي حرف الميم؟ حرف الميم بتتنطق أم أم. طب قولي لنا هي بتنطق من المنطقة الرطبة للشفتين ولا المنطقة اليابسة؟
أنا عن نفسي كحنان بنطقها من المنطقة الرطبة. أم أم طب والباء من المنطقة اليابسة، إطباق الشفتين من ناحية المنطقة اليابسة هي المنطقة اللي بتجف في الشتاء اللي بتكون خارجية، فبقول أب أب ب ب بصير بصير ب بصير سوري بصير خلاص، فبقول ب بي بو أب. دخلت أهو على المنطقة اليابسة. طب عايز أنطق الميم، ينفع أقول ما مي مو؟ لا طبعا، ما بكزش على حرف الميم بالشكل ده، ولكن بقول ما مي مو أم. يعني الميم بنطلعها بسبب اطباق الشفتين من ناحية المنطقة الرطبة. بنقول عليها ايه المنطقة الرطبة دي؟ soft region. soft region المنطقة الخشنة بنقول عليها ايه؟ rough او hard hard region. hard بالbritish accent، hard بالامريكان اكسنت، عشان الناس اللي شغاله بالتو اكسنت او اللي هي اللكنه الامريكيه. طيب الميم اطباق الشفتين من ناحيه المنطقه الرطبه، بنعمل فيتنج للتو لبس من ناحيه المنطقه الرطبه، وبنعمل للباء برضو اطباق من ناحيه المنطقه اليابسه. تمام. مش عارفه الناس في رمضان مشغله ده ازاي، سبحان الله. نيجي عند حرف الواو. حرف الواو هو باستداره الشفتين أو أو. طب قولي لنا، أنت ما قلتلناش أخطاء الميم والباء، ننطق الواو الأول وهقول لكم أخطاء الثلاثة. يبقى أم أب أو، لازم أطلع حرف الواو لأن دي طبعا واو غير مادية، لازم أضم فيها الشفتين. طب قولي لنا أخطائها إيه؟ أخطاء حرف الواو، وهمسك من الخلف إلى الأول لحد يعني من الواو للميم. حرف الواو يجوا يقولوا لك والله و و و و، او تيجي الاخت تقول احنا بندرس هنا معانا النهارده نطقوا كلمه قالوا ليترز ليتا، يعني بنطوا كده في كلمه ليترز 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 اه ليترز، هي مش ليترز ليترز مثلا، فبتقول احنا هنقول حرف الواو. واو هي واو يا جماعه، واو مش زي واو الثانيه، لا دي واو. او ما ينفعش اقول والله و، هي والله، والواو عرضة للإمالة في لفظ الجلالة حين يأتي بعدها لفظ الجلالة والكل يخلي باله، فنلاقي الأخت أو الأخ يقول والله والله، فنلاقي الواو عاملة كده. هجيب لكم بلون تاني أمسح لكم ده. الواو عاملة كده، إحنا بنقول والله و استقامة صوت واحد و و. تمام. فهنا هنا مثلا أعملها لكم كده باللون الأحمر تكون واضحة. فبقول هنا إيه يا جماعة؟ والله، يعني مثلا بنقول والله، تيجي حرف الواو هنا فنقول وا، لا فكأن الواو بينطقوها واو وبيسقطوها تحت فبيعملوا لها اماله، هي وا والله. زي ما ينفعش نقول اعوذ ولكن نقول اعوذ، استقيم بالحرف ما توقعهوش منك، ده خطا حرف الواو، وان هم مش بيطلعوها باستداره الشفتين. فبيقولوا و والله، لا هي والله، لازم و ولازم تضم الشفتين، لو ما تضمتش الشفتين مش هتطلع الواو صوتها صح. بقولش والله و و و كأن واحد حاطط سلط على وشه ومش عارفه افتح الشفتين، لا يا جماعه. طيب عندنا ايه خطأ حرف الباء؟ حرف الباء قلنا قبل كده وعدته، عشان الناس برضو في ناس دخلت جديده وقالت هتسمع المحاضرات، قلنا حرف الباء خطأه إن حضرتك بتعمل فيه اختلاس حين الحركات، بتقول ب، وكمان ما بتطلعهوش جهري شديد، ما بيطلعش ما بيطلع لناش حرف الباء كده بالشكل بتاعه. وقلنا إن في بعض القراء بيشتغلوا بيها، مثلا يعتمدوا على المقامات وبينسوا حرف الباء، فبيقولوا إيه مثلا؟ رب المشرقين ورب المغربين، ويكملوا للآخر بيني دي بيني دي، ما تنفعش. احنا كمعلمين قرآن لازم الباء باء والسين سين والشين شين
والصاد ضاد هكذا. نحن أصلا لغة عربية، إحنا عرب، بغض النظر عن أنت فلسطيني، أنت مصري، أنت غزاوي، أنت اسكندراني، أنت من أي بلد، كلنا نتحدث العربية أينما كنا. طبعا بغض النظر عن اللغة المصرية العامية اللي ما فيش زيها الحلوة جدا دي، بس كلنا في الأصل نتحدث اللغة العربية. فنخلي بالنا، فحرف الباء نطلع كل حرف نديله حقه. طب خطأ حرف الميم ايه؟ قلت لنا خطأ حرف الميم هو الكز عليه، وبنطلعه من المنطقة الخشنة أو اليابسة، وده بسبب إن احنا بنكز عليه، فبنقول أم، وهذا هو الخطأ. خلاص يا جماعة، خلصت لكم مخرج الشفتين، يتبقى لنا الخيشوم، وده مخرج صوت الغنة. وإيه موقعه من الشقة؟ لا ده ملوش موقع أصلا، ده بره الشقة حضرتك. احنا هو من المخارج الاساسيه، بس هو رقم 5، ده بره الشقه خالص، اللي هو الخيشوم، اللي هي شقتي، باب شقتي وباب شقه جارتي، باب شقتي بحرف النون، باب شقه جارتي بحرف الميم، النون والميم الخيشوميتان. فبقول او النازل غنه اسمها الغنه او التغنن او الصوت الانفي اسمه نازلايزيشن. احنا كنا في الصيدله بندرس النازل، نازل يعني انفي او خط الانف، ولما بنعمل مثلا او نقاط الانف اسمها ايه؟ نازل دروبس، نازل دروبس اللي هي نقاط الانف. فكنا كلمه نازل دي عارفينها، اللي هي انفي تخص الانف، مش نوزل، مش نوز، هي اسمها نازل، نزل، عشان حد قبل كده قال لي نوزل، لا هي النزل ساوند او النازلايزيشن، تمام، او غنه. يبقى when you pronounce or during your pronunciation or when you or you when you pronounce or when you pronounce the letters noon and meme you produce or you should produce او يجب عليك ان تنتج او تصدر او تحدث or you should occurs او تحدث a nasal sound or a delicious sound a nasal sound like this and this sound is coming out from your nose. خلاص ده طالع من الانف بتاعتكم. خلاص كده يا جماعه، خلصت لكم، انهيت لكم كله. هي كنت المفروض الساعه 11 و10 اخلص، بس خلصت الساعه 11 و11 دقيقه، مفيش مشكله خالص. هعمل دلوقتي هفتح واسيب واترك لكم العنان ان انتوا حضراتكم تسألوا كده. يعتبر خلصنا كل المخارج واخطاء الحروف واتكلمنا فيها، وخلي بالك والناس اللي ما كانتش اخده بالها، لا ده ناخد بالي، ده هي في حاجه كده انا مش واخد بالي منها. وهعمل لكم الشات كمان، هفتح لكم الشات، فاللي عنده اي سؤال يتفضل، اللي عنده اي سؤال يتفضل. خطأ النون هو الكز عليها زي الميم. حرف الضاد الفاء من المنطقة، لا الفاء من أطراف الثنايا العليا مع بطن الشفة السفلى. حرف الضاد لازم وأنا بنطقه من حفتي اللسان بستخدمهم، وبيرتاحوا كده وبيلمسوا ما يحازي الأسنان أو الأضراس قصدي من الحنك الأعلى، بريحهم. شفت حضرتك أو حضرتك لما بتقعدي على الكرسي بتقعدي بتلمس رجليك الاثنين، رجلنا اليمين بتلمس ناحية الكرسي اليمين، ورجلنا الشمال بتلمس ناحية الكرسي الشمال. فاحنا بنعمل كده كأننا احنا اللسان وكأن الكرسي ده الحنك. فبقول أض 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 أض، ده أخطأوا بيعملوها أض أض، هي أض أض بيعملوها أض، لكن هي أض 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 أض، فيها رخاوة شوية. ونخلي بالنا معذرة طرف اللسان، وأصلا الضاد كمان برضو مش ممكن تطلع طالما الحنك أو الحلق ناشف. حرف الضاد بقول السماوات والأرض، أض أض سوري أض أض هكذا. الضاد فيها رخاوة، بنطق في حرف الضاد إن هم، أو الخطأ في حرف الضاد إن هم بيوقعوا، وخلي بالكم إن هم بيوقعوا حرف الضاد. حرف الضاد المفتوح كمان بينطقوه كأنه تاء، فبقول المفروض لازم أعمل التجويف لأني من غيره مش هنطق الضاد، فبقول ضا ضا وهكذا. آمين يا رب العالمين، الله يبارك فيك يا رب. في أخت بتطلب بتقول لي ممكن الاختبار يكون الجمعة، مفيش مشكلة أنا أبعت لكم الاختبار الجمعة، أو هقول لكم حاجة، هبعت لكم الاختبار هو مكتوب، هبعته لكم الخميس، هيبقى عندكم خميس وجمعة براحتكم. الواجب هو مذاكرة المحاضرات اللي فاتت بالحتة، وتطلعوا ايه اخطاء الحروف دي كلها وتعملوها في فايل ليكو. خطأ الخيشوم جميل،
حته كويسه جدا فكرتني بيها. خطا الخيشوم ده خطا ملازم مش فردي، يعني حضرتك لما تيجي تنطق المد العارض للسكون فتقول المتقين، بتطلع المد العارض للسكون من الانف، ولكن هو المتقي ها ياء والف والواو من حروف الجوفيه. ليه الامتحان يبقى في الاخطاء؟ اعتقد العملي اهم. استاذتي الغاليه، هذه اول حاجه، العملي ان شاء الله هيكون بعد ما حضرتك، لازم الاول تعرفي الاخطاء، بعد ما ادي الاستراتيجيه في اختبار لما يكون في ميم، الميم الساكنه والنون، لان حضرتك هتقراي معايا المخارج هتقعي في الادغام الناقص، هتقعي في زمن الغنه الكامله، فهضطر اصلح. طب اصلح لي وانا ما شرحتش؟ فنخلص الاول ده، ما تقلقيش خالص، كل حاجه مستسلمه. مخرج النون هو تحت مخرج حرف اللام، اللسان بيبقى عريض فبقول ال، ارجع باللسان ورا شويه، ان الاختبار ده نظري، الاول تعرفوا اخطاء الحروف علشان حضراتكم تعرفوا تصلحها. في ناس تيجي تقول اصلح ازاي، يبقى انا بعمل لكم كده ان انتوا بتحفظوا وبتذاكروا، تمام؟ لسه الاختبار العملي او ورشه العمل. بالنسبه للي لسه منضمه، ازاي تتدارك اللي فاتها عشان اختبار الغد؟ والله حضرتك لازم تسمعي المحاضرات كلها مع بعضها علشان حضرتك دخلتي جديد، بس اسمعيها قدامك لحد الجمعة أو تقدمي الاختبار يوم السبت. الفاء الشفة السفلى الرطبة، نعم بطن الشفة السفلى الرطب. في أخت بتقول معايا الطالبة عربية عندها الراء عايمة ومكررة في نفس الوقت، جربت معاها التمارين دي برضو مفيش فايدة، معلش حبيبة قلبي بالصبر. حاول تقولي لها را، تجيبي كلمة مشابهة ليها باللغة الإنجليزية، هي تعرف تنطق الراء، مين قال لك إنها ما تعرفش تنطقها؟ هما بيقولوا مثلا را، بس هي لو أمريكية فعندهم الار بايظه، ولو بريطانيه ما عندهاش ار اصلا، تلاقي عندهم الار لاتا واتا. الامريكان يقولوا واتر، كمبيوتر كمبيوتر، البريطانيين والامريكان. حاولي معاها كتير بس هاتي كلمه ما تكون مطابقه للغه بتاعتها. طبعا السؤال متكرر، خطا الخيشوم، ممكن اعاده حرف الجيم مره اخرى يا معلمه؟ حرف الجيم هو دايما انا بقول السؤال بيكون منظم يكون داخل المحاضرة، بس هنقول حرف الجيم. حرف الجيم بوسط اللسان يرتفع ليلاصق الحنك الأعلى، وأنا بحبس طرف اللسان الأمامي مع الصفيحة الداخلية للثنايا السفلى، فبقول أحبس الطرف الأول، ما بدأش لما أحبس الطرف فأنطق أج أج هكذا، وده اللي لازم أعمله بالطريقة دي. الخطأ في كلمة الضالين، ما بيعملوش استطالة وكمان بيضموا الشفتين يقولوا ضالين، وهي الضالين. في أخت بتقول ممكن الاختبار يتأجل، ما هو الاختبار لو اتأجل هيأثر على الوقت اللي أنا مسستماه، أنا بمشي بنظام شوية. بس هقول لكم حاجة كويسة، ابتغاء مرضات وجه الله الكريم، خلينا كده نجبر بخاطر الناس، هسيب لكم الخميس والجمعة مذاكرة وهديكم السبت الاختبار، مش هديكم محاضرة جديدة، نبدأ المحاضرة من الحد القادم إن شاء الله. مخرج الخيشوم، ما ركزتش أسفة، هو حرف النون والميم؟ أيوة بيطلع منه حرف النون والميم. أخطاء الحروف نشرحها مع شرح المخارج للطالب، ولا دي علم ليا أنا وقت تصحيح التلاوة؟ لا ده مش تشرحيها للطالب، أجي أقول لك مثلا أستاذة إيمان غنيم، وأنت ماشية، أنت ماشية في واحدة بتبص عليكي صح؟ أنت مش شايفاها، وممكن عينك في عينيها ومش واخدة بالك، أنا أجي أقول لك خلي بالك يا إيمان البنت دي بتبص عليكي، فانت عملتي ايه؟ رحتي بصيتي عليه. ممكن هو ما يكونش بيخطأ وتروحي قايله له الاخطاء فتلخبطيه. لما بالظبط يكون عندك دولاب ومطبقه فيه ملابس، عارفه ان هنا الجاكيتس، هنا التراوزرز، هنا التشيرتس، وهنا كل حاجه حطاها، فبتاخدي كل حاجه منظمه من مكانها. لو هو اخطأ، لو هو ابنك محتاج الجاكيت بتطلعي الجاكيت، محتاج التراوزر بتطلعيه، محتاج ده، عارفه مكانه فين. لكن لما يجي يقول لي عايز البس اروح مطلع له الدولاب كله، طبعا خطأ. طلعي خطأ على الحرف اللي هو بيخطئه بالظبط. لا عشان تعرف ان انت بتنطقي الحروف من مخرجها صحيح ان شاء الله في ورشة العمل اللي هنعملها بكرة ان شاء الله، علشان الناس تقرأ معانا يوم الجمعة مساء. بالانجلش تعلمي رخاوة الضاد في التجويد انجلش يا خلود ان شاء الله، هتقولي لها you should pronounce ضاد not closed like this up. It's not right pronounce, but the right pronounce is
You should make a cave between the tongue and the higher jaw. هشرحها لك إن شاء الله في تجويد إنجليش. لازم تعملي تجويف بين من اللسان وبين الحنك الأعلى، ما ينفعش تنطقيها مقفولة كده، ده طبعا صوت خاطئ، ولكن التاني العكس. سؤال كده في الدايركت مسج بتقول لي أنت ما جنسيتك؟ ما جنسيتك؟ فلسطينية غزاوية عايشة بمصر. تمام. لا سؤال تاني بقى، لا ده كده أصبح خاص خالص. طيب خلينا نكمل الأسئلة اللي بعد كده. هو الاختبار هيفضل مفتوح قد إيه من الوقت؟ هيبقى عندكم خميس وجمعة وسبت كمان معاكم، خميس وجمعة وسبت كمان معاكم، يعني هينزل بكرة ويقعد 3 أيام تكونوا سمعتوا المحاضرات كلها. اختبار البند الأول وهو بند المخارج، في بند تاني واختبار التجويد، وده اللي هيكون عليه الدرجة الكبرى، عليه 60 درجة. بس الناس تشتغل معانا، انا عايزه الناس تطلع، مش مجرد محاضره خدوا التسجيلات واسمع، لا مش مجرد يدخل محاضره وعاملين زخم والناس بتحضر، لا يا جماعه الاستفاده هي لوجه الله، مش محتاجين منها حاجه. خلاص. طيب الباء من المنطقه الرطبه من الشفتين والميم من الجافه، قيل لي ان الباء بحريه والميم الباء بحريه والميم بريه، ما هو الصحيح؟ بص يا ست الكل، لما انا قلت انا عن نفسي يبقى اكيد في حد تاني بينطقها عكسي. انا عن نفسي ما اعرفش انطق الميم الا من المنطقه الراتبه او المنطقه الراتبه، ام ليه؟ عشان ما كزش عليها. والباء اب 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 هكذا. خلاص حبيبه قلبي اعكسي صح، المهم تطلعي لنا الميم والباء صح. امتى حرف الاي بيكون مفخم او مرقق؟ الال. حرف ال بيكون مرقق لما بيجي وراه قبليه حرف متحرك، ويكون مفخم لما يجي بعده حرف متحرك. شرح مخرج الصاد والتفريق بينه وبين مخرج السين. تمام. الأسئلة عايزة وقت أصلا. تمام نقول الأسئلة. حاضر. مخرج الصاد وهو إن أنا حرف الصاد لازم طرف لساني السفلي يلامس الصفيحة الداخلية للثنايا السفلى وأسيب الهواء يمر من فوق اللسان. أص 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 أس أس أس. وأنا بقول أس الشفتين في الوضع الأفقي، لكن وانا بقول اص اص تلاقوا الشفتين طلعت قدام شويه. عارفين الاستك؟ لما حد يمسك استك وانت بتشديه يرجع لورا، اس هو مش راجع لورا، هو انت بتسيبيه ايه مرقق، لكن لو شدتيه اص بيعمل الشفتين، او بتلاقي الصوت اتجمع او الهواء اتجمع في الفم علشان ننطق الصاد اص اص، تملي الفم بالهواء عشان يطلع الصاد اس اس. وبرضه بعمل نفس السين مخرج الصاد هي هي، بس طبعا حضراتكم عارفين ان السين مرققه، وكمان لازم في السين اطراف الثنايا العليا والسفلى حاولي مش يعني حطهم على بعض بس من غير ضغط اس اس هكذا. اما حرف مفيش ضاد، ده هو الصاد والسين. تمام. الاختبار هنرسله على جروب معين اسمه جروب الاختبارات، هننزل لكم النهارده اللينك بتاعه، وعليه الاختبار مثبت. المحاضرات السابقه ادي 1 2 3 4، المفروض الخمسه نزلت، هم 5 محاضرات. واللي مش فاضي الجمعه يفضي نفسه يا جماعه، او يسمع المحاضره الكامله، علشان احنا لازم نحضر، حتى لو انت بتعملي حاجه لازم تحضري. اخطاء الغنه معلمتي، قلنا اخطاء الغنه وهي ان انا بطلع الخيشوم، او ان انا بعمل الغنه، قصدك غنه الاخفاء. غنه الاخفاء والكلام ده كله يا جماعه هناخده مع التجويد انجلش عشان تتعلموا تشرحوها وتفهموا، لان هو ده عمرك وعمرك ما هتروحي تشرحي المخارج، اصل ده بيطلع من لثه الثنايا العليا، عمرك وما هتشرحوا كده، ده ليكوا انتوا. لكن هتشرحوه لطالب ايه؟ هتركزوا على الميم الساكنه، النون الساكنه، التنوين، الكلام ده كله. المحاضرات السابقه نعم إن شاء الله تكون بالترتيب، مسجلة فين؟ مسجلة على اليوتيوب الخاص بأكاديمية وحي. الاختبار صح وغلط، وهتكتبه كمان الاتنين مع بعض. هي عربية يا معلمتي؟ لا عربية عادي خالص، را را مش فاكرة كان السؤال ايه يا خلود، بس حاولي ان انت تعلميها را 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 ركب را ك را. تحاولي تنطقي، يا ريت تفتحي الكام علشان تشوفي بتقوليها ازاي. نعم جميلة، جميل صح يا هالة. هالة بتقول أشهر خطأ في الباء وعدم الجهر بها أصلا رغم أنها شديدة مجهورة، يعني بنت ناس قوي. تمام. والميم قطع صوتها رغم أنها بينية،
جميل لين عمر. الاختبار موضوعي ومقالي؟ لا لا طبعا، ما فيش مقالي ابدا، ما فيش قصدي موضوعي ابدا، قصدي معذره، ما فيش مقالي، هو يا دوبك موضوعي تك تك، صح غلط، ده صح، طب قولي كده، اكتبي حاجات صغيره جدا. الضاد والذال، ضاد ضاد، الذال هو بتخرج من طرف اللسان المستدق، بيكون عمودي عليه اطراف الثنايا العليا، اطراف الثنايا العليا، ال two higher front incisors، بتكون perpendicular، عموديه على طرف اللسان المستدق، on the tiny tip of the tongue، فبقول لازم التجويف، تمام. حرف الضاد بيتنطق من حفتي اللسان، ونخلي بالنا من أخطائهم. إجابة الاختبار، شكرا يا آية، آية بعت لكم اللينكات. إجابة الاختبار خاص أم على الجروب؟ ده جروب الاختبار، حضراتكم هتعملوا لينكات، ما هو لسه هقول لكم الاختبار هيكون تنزلوه على الجوجل درايف وتبعتوا لنا الرابط، هتبعتوا لنا، معذرة اتصال من ال من الإيمو، معلش اتصال من فلسطين من الإيمو، بس أنا مش قادرة طبعا، صعب جدا، قولوا لي الصوت. لحظة يا جماعة، معلش أنا آسفة جدا، أكتب بس في محاضرة، بعتذر جدا لأنه مش هيبطل الاتصال، عشان بس شكله كده الصوت راح. طيب خلينا حد بس أتأكد من الصوت موجود ولا لا. حد سامعني يا جماعة؟ شغال؟ طيب الحمد لله. نشوف الأسئلة تاني. إيه؟ الله يبارك فيكم يا رب. كيفية علاج؟ ربنا يبارك فيكم. أكيد في محاضرة للتطبيق العملي اللي هي بكرة يوم الجمعة، بعد بكرة. كيفية علاج خروج الحروف المادية من الخيشوم؟ جميل، تعرفي تصلحيها إزاي؟ تقولي إيه؟ اي او، صح كده؟ حاجه تضحك؟ لا، هي بتطلع كده، لان احنا بنقول ايه، قال قال اي او اي، عشان تتعودي تطلعي من الجوف مش من الخيشوم، ما ينفعش اقول قال ق اي قيل يقول هكذا، تمام. لا حول ولا قوة إلا بالله، كتبت المحاضرة برضه اتصال، معلش يا جماعة سامحوني على الصوت. عندنا إيه كمان سؤال؟ في كلمة الضالين، اللسان يظل في نفس الوضعية تبع الضاد عند نطق المد بالحركات حتى، اللسان حضرتك بيكون يعني مستطيل أو يستطيل اللسان ليلامس مخرج اللام، بيكون بنفس الوضعية، ولا الضال يرجع تاني عند اللام، يعني بيكون بوضعية ضالين. لو انت بتقولي الضاد، اللسان مش رايح ملمس لك لمخرج اللام، مش لازق فيه، لكن اول ما تنطقي اللام يروح، اول ما تنطقي اللام يروح لازق على طول، او يروح ملتصق على طول، تمام. احبك الذي احببتني فيه ومن اجله يا رب. اللي عنده عزومه الجمعه، يعني انا اقول لك محاضره وتقولي لي عندي عزومه الجمعه، طيب اسمعيها مسجله ان شاء الله يا صوفي. معنى تطنين النونات، بتعملي بتديها كده زي لون، زي صوت الطنطنه او طنين اللي هو بتاع النحل، فبتقولي بتهزهزي الغنه وبتديها طنين زي صوت النحل. الجمعه المحاضره نفس الموعد، الله يبارك فيكم، بنشرح للاعاجم المخارج، هقول لكم تشرحوا للاعاجم المخارج ازاي ان شاء الله في طريقه نور البيان بالاستراتيجيه المطوره. عندكم الخمس محاضرات الاستاذه ايه نزلتهم، ودي المحاضرات السابقه للناس اللي ما خدتهاش قبل كده، تمام. وفي الاسئله تاني ما بتعرفيش تنزلي على الجوجل درايف، خلاص نزليها عادي، اما الناس مش هتغش، هقول لكم ليه يا جماعه، او حدش هيشوف حاجه حد، لاني انا مش قايله ابعتي صوت، حضرتك هتنزلي الحاجه، واللي هو لا قدر الله، احنا اهل القران عمرنا ما هنعمل كده ولا في رمضان، بس انت داخله عايزه تتعلمي وعايزه تشوفي نفسك وتختبري نفسك، فعمرك ما هتجيبي كده عشان شهاده وخلاص، واصلا انا ما بديش الشهاده كده ولا بديها لاي حد اصلا، الا لما بيدخل يتعصر عصره حلوه في الامتحان واقول له انت كده تستحق الشهاده، فما تقلقيش برضو بيتعرف، فما تقلقيش خالص.
كيفية علوج في كلمة خلاص، خدنا كل ده اختبار التجويد النظري من الكتب ولا من خلال محاضرات حضرتك؟ التجويد النظري من الكتب. لا بص يا ست الكل، هو انا عندي منهج تجويد نظري انا عاملاه، بس لسه ما نزلش كتاب، بينزل بس بخلص كتاب نور البيان المطور وينزل منهج التجويد النظري، وانا مش عشان شيء بس بستخدم، عارفين انتوا خلاصة تعليمنا كله فبنحطه معانا، فخلاصة التعليم مترجم باللغة الإنجليزية، هتاخدوه إن شاء الله معانا. أنا مش فاهمة التفريق إيه، أنا مش واخدة بالي والله بتقولي على إيه، مش عارفة والله. هي فعلا البحرية رطبة والبرية يابسة، جميل، بس في ناس ما تقدرش تعملها كده، فأنا بقول لك ممكن أنا أحطك في وضع أقول لك قولي الميم من المنطقة الرطبة، أنتِ ما بتعرفيش تجيبيها، تمام؟ فالمهم تجيبي الميم والباء صح. طب لو حضرتك مصممة ان يوم السبت هيكون الاختبار وانا مش افضل، ان احنا اولى بيه لان الامر يرجع، فلو السبت يكون امتحان ممكن نعمل فيه مراجعة. طب في اقتراح وامرنا شورى بينينا، يعني لا اشرح تاني الحروف تاني يا اخي، طبعا صعب جدا انا اشرح الحروف تاني، هو حضراتكم تسمعوا المحاضرات، احنا عايزين المعلم يعتمد على نفسه، ودي كمان هعلمها لكم ان احنا ازاي نعتمد على نفسنا في كل شيء. مراجعة هو ان انا هسيب لكم وقت تسمعوا المحاضرات، ده اللي انا اقدر اقوله لكم عشان افيدكم. احنا عايزين احنا نتعب بنفسنا ونسمع ونجمع ونسمع بودنينا، انما انا هاجي هشرح حضراتكم مش هتسمعوا المحاضرات، ورغم ان انا ممكن اقول لكم الحاجات في محاضره واحده مش هتكون بنفس كفاءه ان انا بدي وبسهب كل مجموعه في محاضره، صدقوني هتلاقوني بقولها بسرعه. كده خلصنا كل الاسئله بفضل الله جل وعلا، وبرضه زدت دقيقه مع الوقت اللي انا كنت محدداه، ما فيش مشكلة، خلصنا كده، أشوفكم على خير إن شاء الله. إيه لو حد عنده سؤال تاني أشوفكم على خير. أنا يعني أنا مش كبيرة، لا أنا مش قد والدتك والله، أنا قد أختك الكبيرة، أنا ثلاثينية ممكن أكون قدك يعني، تمام؟ أحبك الذي أحببتني فيه ومن أجله يا غالية أحبتك الجنة وأحبتكم وأحبكم البشر جميعا وأحبكم الله وأسكنكم الفردوس ورضى الله عنكم وأرضاكم وأرضاكم وطيب ممشاكم يا رب العالمين. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. سبب الوضع اليوم